عقدت وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة لقاء مع الشركاء الفنيين والماليين بالبلاد لوضع خطط وآليات كفيلة بتنفيذ مشاريع الطاولة المستديرة التي انعقدت الشهر الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس. المناسبة كانت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي. تقرير خليل حسن صالح. لقاء رفيع المستوى جمع وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والمفتش العام للدولة مع الشركاء الفنيين والماليين بالبلاد، وذلك من أجل وضع خطط وآليات جديدة تسمح للحكومة بوضع النقاط على الحروف حول تنفيذ المشاريع التي اعتمدت خلال أعمال الطاولة المستديرة والتي انعقدت مؤخرا بباريس. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أنغيتو تيرانا يامباي أوضح عن خطط الحكومة وتوجيهاتها حول تنفيذ المشاريع كما خطط لها، مطالبا من الفنيين والمستثمرين العمل بنزاهة وتحمل المسؤولية. وقال إن هذا اللقاء عقد لتحديد نقاط الضعف والقوة وتحديد المهام لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة. أمين الدولة في الاقتصاد سينجابي برناباس قال إن أغلب المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في تشاد لم تنفذ بالشكل المطلوب، وهذا يستدعي منا شحذ الموارد البشرية وتأهيلها لإنجاح مخرجات الطاولة المستديرة. أما ممثل صندوق النقد الدولي جان كلود نشاغا قال إن نجاح الطاولة المستديرة يساهم في تغيير الحياة اليومية للمواطنين، كما يسمح للحكومة وشركائها الخروج من الأزمة الاقتصادية التي شلت الاستثمار في تشاد. المفتش العام للدولة أوضح عن أسباب هذا اللقاء وما يتمخض عنه في الأيام القادمة. هذا اللقاء تم انعقاده بناء على التعليمات السامية لرئيس الجمهورية في إطار المجلس الوزاري الأخير من أجل طرح يعني آليات حديثة من أجل تحسين إطار التسييري لهذه المشاريع في تشاد، وبذلك نقوم بطمأنة جميع المتعاونين الخارجيين في تنفيذ هذه المشاريع التي يجب أن تساهم حتما في تحسين أوضاع المواطنين التشاديين. لقد لاحظنا من جراء بعض المعلومات أن هناك خلل بين أهداف هذه المشروع وأولويات الحكومة في مجال تنفيذ هذه المشاريع. من أجل ذلك قد شرعنا بتعليمات من رئيس الوزراء سيد فخامة رئيس الوزراء بوضع مهمة خاصة تقوم بمعالجة هذه الإشكاليات لدى جميع المشاريع، والتقرير ممكن سيطرح في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. تتابعون في نهاية هذه النشرة قراءة عدد من المراسيم الرئاسية التي وقع عليها رئيس الجمهورية. قام وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر السليك بزيارة ميدانية لمجموعة وادي كني لإنتاج الدواجن، وذلك بغرض الوقوف على معرفة الإنتاج والصعوبات التي تواجهه، وذلك بحضور المدير العام لمجموعة تشيري محمود أبكر عبد الرحمن عباس أبكر مصر. استجابة لنداء رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لرجال الأعمال التشادية بضرورة الاستثمار في قطاعات مختلفة لا سيما قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وفي هذا السياق فقد بادرت مجموعة وادي كندي في تأسيس مؤسسة الشيري لإنتاج الدواجن ومشتقاتها. أنا أسست أول في 2011، أنا جبت بوليد الشير اللي يفقز ده، ربطت كبستة ينتج 28,000 جدد. مشيت فتشت عن قلبيت، هقلبيت ده أنا بديت من 2012، خلاص جمعت مشيت قلت هلبيت ده بميت نجاحت كان نخيط 2013، الحمد لله أنا لقيتها، جبت اثنين البيت، واحد تربية واحد ينتج البيت. التربية ده يقود فوق 4 شهر، بعد التربية ده كان مركتة تجيب تصب في هنا في اللي ينتج ده على يقود 12 شهر. هلا جبت سبيتها بديت تصب 100 بلاطو برجور زي ده، بعد علوم ده كوني عندي 1800 بلاطو برجور. كما أن هذه المبادرة الوطنية من قبل مؤسسة وادي كندي فتحت فرص عمل للشباب وحركت حركة التسويق لاستهلاك المحلي،
وزادت من القوة الشرائية في الأسواق بحسب المستهلكين. بدا بجي لنا من الشركة شري، من الشركة شري هي شركة تشادية معروفة. زمان لقادر نجوب البياد من كامرون، لكن عندنا مشاكل كيف إدت مراد البياد يجي يطلاف عشان هناك يأخر، وكن جو هنا حتى أن الكليان ذاتك إنما بعود يمشي ورقة الفندق عندنا مشكلة. لكن نقول الحمد لله من قادر نبوه من سوسيتي شري ده، شري جاب لنا بياد أديل رخيص وأديل أي ناد مرتاح منه. واحد لما يجي يلقى بيت ما عنده ختم ما يشيله، يلقى عنده ختم يقول هاي ده ننتين بيت أنا بيت أنا شات، أنا نقول هاي عنده ختم ده أنا شات ننتين، ما عنده ختم أنتين كم وده بيت كله يرجع يجيبه يجيبه ما يشيله. وتشجيعا من قبل الحكومة لمثل هذه المبادرات الوطنية، فإن السلطات العليا في الحكومة سجلت زيارات متكررة لمقر مؤسسة الشيري، عبرت عن ارتياحها واستعدادها التام لدعم ومساعدة هذه الجهود الرامية إلى ترقية وتعزيز الاقتصاد الوطني.